طبعا احنا مشاركين معرض ايدكس 2019 بمشروع البيت الذكي. طبعا انا مشارك بالنموذج رقم 2، والنموذج هذا فيه انظمه حمايه وانظمه تحكم بالاجهزه والملحقات في البيت. طبعا من انظمه الحمايه الموجوده في البيت نظام حمايه ضد الحرائق والغازات السامه، وثاني نظام فيه نظام حمايه ضد السرقات الليليه، يعني ويحتوي هذا النظام على سناسر مثل البي اي ار موشن سنسر والام كيو 2 غاز سنسر والام كيو 7 كربون مونوكسيد سنسر. ثانيا انتقل الى نظام التحكم بالاجهزه والملحقات في البيت. هذا النظام يستخدم جهاز بلوتوث تتحكم في الأجهزة والملحقات من بواسطة الموبايل فون عن طريق تطبيق بلوتوث يتم برمجته من بين الأردوينو والموبايل، حيث تتحكم من كل الملحقات مثل التلفزيون أو سواء كان تلفزيون واي فاي أو مكيف على سبيل المثال.